السلام عليكم تلاميذ السنة الرابعة متوسط، معكم الأستاذة ياسمين أستاذة مادة الفيزياء. رح نبدأ إن شاء الله بالوحدة الأولى تعكم للفصل الأول اللي هي الظواهر الكهربائية. وكما قلت لأقرانكم في السنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط، أنا دروس تاعي نعطيها دروس رح تكون إن شاء الله دروس ملخصة هكا جو باش ما تكتروش على روحكم الكتيبة، لكن في المقابل رح تكون مشروحة بدقة. داكوغ، دونك انتباه فقط هكذا باش ان شاء الله دائما كي نكملوا الوحدات تاعنا كيما عودت السنوات اللي من قبل، دائما كي نكملوا الوحدات تاعنا جو بريفير نحلوا سلسلات من التمارين، ماشي سلسله واحده، سلاسل من التمارين ان شاء الله، والوضعيات الادماجيه، وبالتاكيد بعض النماذج المقترحه من الفروض والاختبارات، هكا باش تجهزوا نفسكم. داكوغ، دونك ماشي تجهزوا نفسكم فقط للفروض والاختبارات، بينما نجهزوا روحنا لاكثر شيء اللي هو امتحان شهاده التعليم المتوسط. بإذن الله راح تفهموا معايا إن شاء الله كل شيء، دروس بالتسلسل، احنا نمشي لكم بالتسلسل كما يمشوا لكم إن شاء الله في المتوسطة، باش هكا إن شاء الله يكون كاين نتيجة هكا. دونك نبداو إن شاء الله بالظواهر الكهربائية، والدرس الأول راح يكون التكهرب والشحنة الكهربائية. نبداو بالدرس تاعنا ونشوفوا ما معنى التكهرب وما معنى الشحنة الكهربائية. دائما نقول للتلاميذ تاعي باللي تفهموا بالتجارب، التلميذ يفهم بالتجارب والامثله كيما راني دايره لهنا. اليك التركيب التجريبي التالي، دونك عندنا تركيب تجريبي، يقولون تركيب تجريبي او تجربه نفس الشيء. داكوغ، دونك واش عندنا لهنا كيما راكم تلاحظوا، اني رسمه وكتبت لكم من الفوق هكذا باش تشوفوا الرسم، وبالمقابل الكتيبه اللي ماذا يمثل الرسم. لهنا واش عندنا؟ عندنا قضيب زجاج مدلوك بالحرير. ركزوا لي على كلمه الحرير وباللي القضيب راهو من زجاج. دونك عندنا في المقابل في الجهه الاخرى عندنا قضيب بلاستيكي ولا من البلاستيك مدلوك بالصوف. ابنائي تفكروا باللي اذا القضيب الزجاجي تاعي دلكته بالحرير فانه يكتسب شحنه موجبه، اما القضيب البلاستيكي اذا دلكته بالصوف فانه ينتج شحنه كهربائيه سالبه. داكوغ، هذه بالنسبه للتجربه الاولى راح نفهموها اكيد. التجربه الثانيه واش انا نشوفوا فيها؟ قضيب بلاستيك مدلوك كذلك بالصوف، داكوغ، اللي لهنا نرسمته لكم، وقضيب ايبونيت مدلوك بالصوف ايضا. دونك لاحظوا لهنا عندي ايبونيت ولهنا بلاستيك، واش انا نلاحظوا باللي في الزوج بعد ما دلكت البلاستيك والايبونيت بالصوف في الزوج اكتسبوا الشحنه كهربائيه سالبه. دونك لهنا واش حبيت نبين لكم باللي الزجاج عندما ادلكه بالحرير يكتسب شحنه موجبه، اما البلاستيك والايبونيت عندما ادلكهم بالصوف ينتجوا لي شحن كهربائيه سالبه. داكوغ، اما التجربه تاعنا واش انا حابين نلحقوا الى التنافر والتجاذب. دونك انا كيكون عندي شحن سالبه مع الشحن الموجبه واش حيصرى؟ تجاذب، هذه تجي لهنا وهذه تجي لهنا، دونك كيما المغناطيس. اما بالنسبه للشحن كيكونوا كيف كيف، كيما لهنا عندي شحن سالبه مع شحن سالبه واش حيصرى؟ كيما ني دايره في السهم تنافر، هذه بالنسبه شحن سالبه وشحن سالبه. كذلك لو كان يكونوا عندي في الزوج موجبين حيصرى تنافر. داكوغ، دونك هذا هو معنى التنافر والتجاذب. لهنا فقط ملاحظه نعطيها لكم، الاجسام المكهربه لها خاصيه جذب قطع صغيره من الورق. انا علاش ما حبيتش ندير هذه التجربه تاع الورق الصغير قصاصه الورق؟ لانكم شفتوها بيان سور شفتوها في لي تي بي تاعكم في سو. داكوغ، دونك هذه فقط خاصيه. دونك وقتاش نقول على اجسام مكهربه؟ هي عندما استعمل مثلا الدلك. اذا دلكت انا القضيب تاعي تاع البلاستيك ولا الايبونيت ولا زجاج، لهنا واش حنقول؟ الجسم تاعي اللي هو هذا قضيب بلاستيك ولا زجاج ولا جسم مكهرب. دونك كل جسم مكهرب هو الجسم اللي استعملت له. دونك نلحقوا، حنا كيما لهنا استعملنا دلكناه، دونك عندي انا ثلاث طرق باش نكهرب الاجسام تاعي. دونك نروحوا خطوه بخطوه ونشوفوا معنى التكهرب. ما معنى التكهرب اللي قلت لكم دوكا؟ هو اكتساب، دونك اكتسب نجيب، او فقدان نمد، سي بون ما ولاتش عندي فقدان، او تحويل الشحنات الكهربائيه. تحويل معناتها هي تمدلي وانا نمدلها،
داكوغ اكتساب ان انمد عفوا انا نجيب ليا فقدان انمد وتحويل معناتها هي تمد لي وانا نمد لها. دونك ركزوا لي على هاد ثلاثه الشحنات الكهربائيه ويمكن دونك احنا نلعبوا بالشحنات الكهربائيه ويمكن كهربه الاجسام بعده طرق. دونك انا كي واش معناتها كهربه معناتها اكتساب او فقدان او تحويل شحنات. بصح ما هي الطرق لكهربه الاجسام؟ عندي ثلاث طرق اللي هي اللمس او الدلك او التاثير. دونك نعاودوا مع بعض، التكهرب هو اكتساب او فقدان او تحويل الشحنات، وعندي ثلاث طرق للتكهرب: اللمس، الدلك والتاثير. وكيما لهنا في التجارب تاعنا كان التكهرب بواسطه الدلك باسكو علاه يعني قلت مدلوك بالحرير مدلوك بالصوف الى غير ذلك. هذه بالنسبه لمعنى التكهرب، ان شاء الله تكونوا فهمتوا شو معنى التكهرب، مفهوم بسيط جدا. دونك ها هو تعريف التكهرب والطرق التكهرب. دونك نروحوا كذلك قبل للكهرباء الموجبه والكهرباء السالبه. دونك مادام لهنا شفنا شحن موجبه دونك عندنا كهرباء موجبه، ومادام شفنا شحن سالبه نعرف باللي عندي كذلك كهرباء سالبه. دونك واش نقولوا لهنا؟ ما هي الكهرباء الموجبه؟ هي محموله من طرف الزجاج المكهرب. دونك لهنا عطيت لكم على حسب التجارب، برك نزيد لكم ملاحظه. الزجاج هذا وصرا له لو كان نروحوا لل كيما حنا نقولوا نتعمقوا في الزجاج على الناحيه المجهريه. هذا الزجاج المكهرب علاش ولا يحمل الشحن الموجبه؟ لانه فقد الكترونات. دونك نتوما الالكترونات شدوها لي ككلمه معليش كمفهوم بسيط، ومن بعد راح نتطرقوا كي نلحقوا النموذج الذره المبسط راح نلحقوا ونفهمكم مليح وشنو معناتها الالكترونات. دونك قلنا الكهرباء الموجبه هي كل جسم يفقد الكترونات. دونك انا مثلا الزجاج تاعي فقد الكترونات الكهرباء تاعو موجبه داكوغ. دونك والكهرباء السالبه هي عكسها، محموله من طرف البلاستيك او الايبونيت المكهرب كما شفنا في التجربه الثانيه. دونك نفس الشيء الكهرباء السالبه هي التي اكتسبت الكترونات. علاش نقولوا اكتسبت وفقدت الكترونات؟ دونك الالكترونات حنا نعطيكم فقط ملاحظه عليها وقلنا من بعد نطرقوا لها. الالكترونات تحمل دوما الشحنه السالبه. دونك انا مثلا لهذا الزجاج نحيت له السالب واش راح يولي فيه؟ يولي فيه غير الموجب داكوغ. سي بوغ سا نقولوا كهرباء موجبه، فقدت الكترونات، الزجاج فقد الكترونات ولات عنده شحنه موجبه. اما بالنسبه للكهرباء السالبه جو عطيت لها الالكترونات، انا مادام لهنا قضيب البلاستيك تاعي الالكترونات شحنه تاعهم سالبه وعطيت له عفسه سالبه، سي بوغ سا لهنا ولا عنده شحنه سالبه. هذه بالنسبه للشحنه الكهربائيه السالبه والموجبه داكوغ. دونك نعاودوا شنو معناتها التكهرب؟ هو اكتساب او فقدان او تحويل الشحنات، وعندنا ثلاث طرق اللي شفناها اللمس والدلك والتاثير. اما الكهرباء فهي نوعان، كهرباء موجبه نفقد الالكترونات كما شفت في الزجاج، اما كهرباء سالبه فانني اكتسب الكترونات كما شفت في الايبونيت والقضيب تاع البلاستيك. هذه بالنسبه للدرس تاعنا الاول، ان شاء الله تكونوا فهمتوه. بعد ما شفنا ما معنى التكهرب وما معنى الشحن الكهربائيه وانواعها، دونك نروحوا للتاثير المتبادل بين نوعي كهرباء. دونك اسهل درس اللي هو هذا. واش يقول؟ جسمان يحملان نفس الشحنه الكهربائيه، معناتها الشحنه الكهربائيه تاعها متماثلان، واش يصرى لهم؟ يتنافران. دونك بلس مع بلس واش يصرى لهم؟ يتنافروا. موا مع الموا واش يصرى لهم؟ يتنافروا كذلك. هذه معناتها جسمان يحملان نفس الشحنه. وشنو معناتها نفس الشحنه؟ تكون عندهم نفس الشحنه سواء في الزوج سالبين ولا في الزوج موجبين، فانهما واش يصرى لهم؟ يتنافران. اما جسمان يحملان شحنه كهربائيه مختلفه، وشنو معناتها مختلفه؟ غير متماثلان، واحد يكون بوزيتيف واحد نيجاتيف ولا العكس داكوغ، فانهما يتجاذبان داكوغ. هذه بالنسبه للتاثير المتبادل بين نوعي كهرباء، قادرين يكونوا نفس الشحنه يتنافروا، قادرين يكونوا الشحنه تاعهم مختلفه فانهما يتجاذبان. هذا هو الدرس تاعنا النهار اليوم اللي كان التكهرب والشحنه الكهربائيه. شفنا وشنو معناتها التكهرب وطرقه، شفنا كذلك الانواع تاع الكهرباء باللي كاين كهرباء موجب وكهرباء سالبه واللي شفناها في التجربه تاعنا، وكذلك كملنا بالتاثير المتبادل بين نوعي كهرباء. ان شاء الله الدرس تاع اليوم يكون واضح وسهل، وان شاء الله بيان سور تكونوا فهمتوا. هكذا باش الفيديو تاع المره الجايه راح يكون على نموذج الذره، راح نشوفوا وشنو الذره. بيان سور ماحش نقراوها كيما نقراو الذره في المدى وتحولاتها، راح نقراو الذره
بالنسبة للكهرباء كيفاش الذرة مكهربة. داكوغ، كالعادة أعزائي التلاميذ، ما فهمتوش أي شيء ولا أي عفسة سؤال ولا استفسار ولا عفسة جاتكم هكا كما حنا نقولوا مبهمة، خلوها لي في لي كومونتير ونجاوب عليها في أقرب وقت إن شاء الله. وكما نقول فالكل كالعادة عفوا، ربي ينجح الجميع بإذن الله.